المشاهد الرائعة لمدينة إسطنبول بقصورها، مساجدها وحدائقها وشوارعها الضيقة في معرض استثنائي يقام بالأكاديمية الملكية للعاصمة البريطانية. المعرض يسترجع تاريخ بيزنطة على مدى 1000 سنة. هنا تم عرض أكثر من 340 قطعة كانت موجودة في جميع أنحاء العالم وتعرضت للنهب في القرون الماضية. القطع الأثرية التي تعرض لأول مرة تحكي قصة واحدة بأوجه متعددة. منذ 50 سنة لأول مرة يتم تنظيم معرض كبير حول الثقافة البيزنطية. لقد تم تنظيم آخر معرض في سنة 1958. نحن نحاول أن نعرف ما الذي تغير في فهمنا للعالم البيزنطي. من بين القطع المعروضة كأس القربان الفض الإنطاكية وفسيفساء من أهم مقتنيات الكنيسة الكاثوليكية. رحلة عبر الزمن نسترجع فيها تاريخ بيزنطة على مدى 1000 سنة منذ تأسيسها عام 330 إلى سقوطها سنة 1453 على أيدي العثمانيين. يجب أن يعرف الناس بأن المفاهيم المستعملة في بعض كتب الأدب والتاريخ غير صحيحة. كل الأدبيات تتحدث عن الانحطاط. نتمنى أن يفهم زوار هذا المعرض أن ما تقوله بعض الأدبيات عن أفول الأمبراطورية البيزنطية غير صحيح. لوحات تشكيلية، جواهر ومؤلفات قديمة، قطع كانت تستخدم في الحياة اليومية من إمبراطورية انبثقت منها الفنون المسيحية في عهد كان يحضر فيه الرمز إلى المسيح.